ان شاء الله الفيديو ده يوضح لماذا هذا القسم ان شاء الله. لا استنى بس عشان اورط الفنادات التعليم الفني والسيده وكيله الوزاره. عايز ادخل افنن بقى فصل التعديل. حاضر بدانا والله. حاضر انا عايز اشوف وعايز اشوف بقى النسيج اللي اتفور. حاضر خلاص ممكن في القسم في مدرسة زي ما احنا عاملين كده زيارتنا الجايين يا ان شاء الله. وحضرتك تحطي بالخطه فصل الاثار. حاضر معلش. يبقى كده ايه وناخده من من اللي موجود في القدر. تمام يبقى احنا كده ايه التعليم الفني كله شغال ان شاء الله. حاضر تحت امرك. اتفضل اتفضل يا لماذا هذا القسم؟ لماذا هذا القسم؟ نرجع ورا عشان نقول في البكتوش فيها 45 بنت من 5 من 7 سنين ل 21 سنه و16 ولد و16 ولد من 7 سنين ل 21 سنه برضه. سيادتك احنا عاملين حسابهم في التوزيع ده. لا انتوا عندكم معلش يعني جانب اجتماعي تشاركوا مع الحكم المحلي ومع مديريه التضامن واعملوا افراح مجمعه. حاضر يعني جهزوا خلاص يا معلم. سواء ما عندناش مشكله خالص. عندنا مساهمات التعليم اصلا واصل لقلب نهايات الطرفيه في المجتمع مع معاكم مع التضامن وحددوا الاسر اللي فيها زواج وابتدوا ساهموا. عارف لو سهلت بجزئيه واحده ان شاء الله فرش ان شاء الله ثلاجه ان شاء الله بوتاجاز ان شاء الله اي حاجه ان شاء الله حفله الفرح. ده في ست بنات على وشك عايزه فرح جماعي يعني سيادتك يعني اهو بص بقى اهو كل حاجه موجوده كل حاجه موجوده لو اديتي عروسه كل حاجه موجوده 1700 يتيم وفقير على مستوى الاداره. ايوه معمول حسابهم هم يتوزع عليهم. هل دول احنا عملنا حسابهم في المصاريف؟ ايوه كلهم اي حد الحاجه بتاعت كل اللي هيجي يستلم من الاخصائي الاجتماعي 10 12 دي مساهمه هيجي مساهمه كل فئات المجتمع. ايوه كل ده معرض شتاء دافئ لإدارة اللين التعليمية. 1700 يتيم
بالإضافة إلى عدد كبير من أشكرك.